سبايدر مان مايلز موراليس. خلصنا القصة بتاعتها بالكامل، وكنت كمان نزلت بليها اخر فيديو النهاية، وبعد ما قضينا التينكلر قضينا نقضي عليها في فاينل بوس فايت ممتع جدا جدا. لو ما شفتوش ممكن انصحكم ترجعوا تشوفوها يعني. ولكن انا قررت كتر حبي في اللعبة وتعلقي بيها قررت اخلص كل السايد ميشنز والاكتيفيتيز اللي موجودة في اللعبة. فطبعا بعد ما جمعت ساوند سامبلز طلع لي انبفقت لي تو سايد ميشنز ممكن اعملهم دلوقتي في هذا الفيديو. في واحده اسمها باك تو ذا بيجينينج هنا، وفي الثانيه اسمها هوم، لا مش هوم، الثانيه ليها اسم تاني كده، ميموري لين. معاكم احمد باكت جيمرز جيلتمن من قناه فرجني، ونبدا مع بعض عبرك التلاوه. ولكن قبل ما نبدا عايز انور حاجه صغيره جدا يا جماعه. انا ملاحظ ان نسبه حوالي 70% من مشاهداتي او الناس بتتفرج على فيديوهاتي بصوره يوميه مش بيشتركوا في القناه. فلو انت من الناس اللي هي شافت فيديوهاتي اكتر من مره وبتشوفه وعندك ساعه تشوفها تاني، فيعني ما تستخسرش فيا الدعم وتديني لايك او تشترك في القناه عشان دايما اشوفك كل الفيديو، تشوف كل الفيديوهات. ولو اخي لو نزلت لعبه ما عجبتكش استنى شويه هنزل لعبه بعديها تبقى احسن منها يعني. وبالنسبه للشباب التانيه اللي شغاله في الدعم كتر الف خيركم، ما قصرتوا معايا في الدعم ابدا، ما قصرتوش، ودعمكم اسطوري يا شباب، وربنا يخليكم ليا. نكمل مع بعض هذه الميشن، وهيا بينا نلعب. نعلم بس الاول على المكان، ناخد ميشن الصغيره الاول بعد كده الميشن الكبيره. انا كده معلم عليها ولا لا؟ هي متعلم عليها اوريدي في خريطه صح؟ واحده يمين واحده شمال، ده انا همشي مشوار طويل قوي اعتقد. يا عيني هنا كاميرا واحدة، كاميرا واحدة هنا. في الحلقة الخاصة جدا دي بنستضيف عضوة مجلس المنتخبين مؤخرا ريو موراليس من هارلم، واللي لعبت دور فعال في محاولة تأهيل خطط روكسون للتوسع بعد اكتشاف انها عرضت سكان نيويورك لمصادر طاقة مش مستقرة خالص وهو النيوفو. اهلا بعضوة المجلس. شكرا لاستضافتك ليا يا سيد جامسون، انا اتفاجئت جدا لما تواصلت مع مكتبي. في البرنامج جاريد كان مصر اننا نستضيفه عشان هو متخصص التوسع في التبديل السكاني عندنا، وخصوصا بعد ظهورك الاخير في برنامج مستواه اقل. ايوه داني كهارت كانت عظيمة. مستمعينا حابين يعرفوا ايه خطتك لتحقيق الرخاء لمجتمعنا؟ اظن هكون الرخاء كل لما اقول ان المنطقه دي عانت من مشاكل كثيره لفتره كبيره. الازدهار الحقيقي ما بيحققوش شركات ضخمة أصحابها مش عارفين، بيتحقق من الاستثمار باستمرار في الموارد البشرية اللي بتخلي مجتمعنا مميز جدا. صحيح إن الناس عانوا هنا، لكن السبب في كده إن مفيش محاميين كتير في مبنى البلدية. أنا هكون صوتي، وأملي في الدعم ده إن المدينة والعالم كله هيعرفوا إننا منطقة حيوية كلها فنانين رائعين وناس طيبين، وحتى عندنا سبايدر مان بتاعنا. انت دلوقتي منتخبه رسميه عن الجمهور، وملزمه بانك تحافظي على الدستور والقوانين والضروريات الاخلاقيه اللي صمدت مع مرور الزمن، واللي انا متاكد انك تفتكريه. ازاي تقدري توفقي بين مسؤولياتك دي وبين دعمك لشخص ما بيلتزمش باي حاجه من القوانين؟ سبايدر مان ما بيلتزمش باي حاجه من القوانين وبيحاول يعمل الصح، وفي رايي لو في شيء افضل يعمله مش هيتاخر، وده مش بديل لالتزاماتي قدام مجتمعي ولا بديل لخدمة بيقدمها أي شخص تاني للعامة، لكن أنا بنام كل ليلة ومطمنة وعارفة إنه بيساعدنا عشان أوضاعنا تتحسن. أنا ممكن أقضي اليوم كله أناقش ليه ممكن النوم لا يتحول لكابوس، لكن فات الأوان ونسبة التأييدات لصالحك عالية جدا، عشان كده هكتفي بشكرك. أيوة أنت مين بقى؟ أنفاق المترو المهجورة، الحرام الشاطر محتاج مخبأ كويس. أوه. انا غيران شويه معمله مكانه ولا ايا كان. عجبك المعمل؟ انا عاجبني برضه بصراحه، مظبطه وعامل ديكوريشن تحديثات. انا اكيد واخد مهارات تصليح البدل من العم ايرون. ده مخبأ العم ايرون؟ يمكن لازم اتمرجح شويه. لا احتمال اكسره. open the locker. استخدم الاصوات. افلب تردد
كل يوم حاجة جديدة. اللي بيحصل يا جماعة؟ ازيك يا ولد؟ أتمنى البدلة تكون على مقاسك. نيو سوت انلوكت. ليه أنا وباباك بطلنا نتكلم؟ كان بيحقق في موضوع براولر، وده وصله لزبايني، ناس زي سايمون كريجر وويلسون فيسك. كومبليت. باباك ما قدرش يتحمل إنه يكون أعداء زي دول، خصوصا مع وجودك في الصورة. فأنا قلت له نكمل ببدلة. أنا كانت عجباني البدلة اللي فاتت يا جماعة، بس مش مشكلة خلاص. يعني مباركة لهذه الميشن ولهذا المكان، عشان مبقاش خدتها على الفاضي، أروح أعمل الميشن التانية بيها. أتمنى البدلة دي تساعدك تكون أفضل. خلي بالك من نفسك يا سبايدر مان. شكرا يا عم إيرون على كل حاجة. فين الميشن التانية يا جماعة؟ الميشن التانية فين؟ أنا ماشي معاه ولا عكسها؟ فين هي؟ هي ليه مش باينة؟ نروح كده مثلا نعلم هنا. طب ليه مش باينة جنبها؟ اوكي هقد، وصلنا عند الميشن اهو. مش عجباني البدلة دي يا جماعة. ميشن عند البيت. محتاج انام حقيقي. Get some rest. ده من الاوبجيكتيف بتاعت الميشن يعني. كوفي بتاع حلو، الديكور الخفيف اللي عامله في الاوضة دي. البدلة انا لسه قالحها تقريبا صح؟ Sound system جامد بصراحة. طيب ننام دلوقتي. طبعا دلوقتي مبقاش همه بقى، بيعلق بدلة عادي بقى، متخش تشوفها والماسكار بتاع سبايدر مان خلاص بقى، ما كل شيء انكشف ان وبان. رايح منين؟ من هنا. هنام شوية صغيرين. مش تلبس البيجامة طيب ولا كده؟ هتنام بهدومك كده. هنام وصحي تاني يوم تقريبا. من ماما. ده دليل عشان هابي بيرثداي. انا وبابا كنا بنعمل كده. عملت واحده. هابي بيرثداي مايلز، ريدي فور ذا بيست. مش عارف ايه هانت ايفر. سكافنجر. هير از ذا فيرست كلو فيسينج. عايزين نجيب الحاجه الواضحه كده. هير از ذا فيرست كلو. ده أول مفتاح. facing the park with the world on our shoulder. نواجه البارك اللي هي الحديقة يعني، مش عارفه قصده ايه facing the park with the world in our shoulder، في العالم على اكتافنا. ونحمي المفتاح التالي. ولا فاهم اي حاجة. عجيبة. انا هشوف ده ايه اللي ماما جمعته. واحد اتنين تلاتة. لازم اخد اربع حاجات. وش متحف التاريخ الطبيعي. Natural History Museum بوست كارد. هجمع بوست كارد. هي دي ميشن السايد اللي طلعت. هجمع بوستة. ماشي. طب نجمع بوست كارد. اول واحد بجيبه منين؟ هو ليه مش باين في خريطة؟ مش المتحف من سنين. أظن آخر مرة كانت مع فين وبابا. الرحلات دي كانت ممتعة بجد. غريبة إني بفكر. Find the next clue. طيب أنا المفروض أنا لقيت clue دلوقتي، المفروض يعني أوتوماتيك، المفروض ألاقي بقى اللي بعدي. طيب نبص نبحث هنا. Collectible. يلا بينا. يا مايلز، ام جي هتسافر التلات الجاي من مطار جي اف كي، ممكن تروح الثوريه بدالي؟ مفيش مشكله، هي مشيت من فتره. ها اكيد انت مبسوط انها راجعه. ايوه انا متفاجئ ان السمور سابوها. ملف ام جي اتفتح في وصفها بارده وبتخطط وما بتهزرش. مدح مبالغ فيه لسمكاريا. دلوقتي بقوا اصحاب قوي.
كده الفريق بقى حلو. حلو ومخيف شوية. تمام، هشوفك يوم الثلاث. باي وشكرا مرة ثانية. فين بارك لوك؟ نطلع على اعلى حتة. يا سلام على الشمس، يا سلام. تمام، متحف التاريخ الطبيعي. الدليل اللي على بطاقة البريد بصين للمنتزه وشايلين العالم على كتفنا. بصين للمنتزه هم نحمل العالم على كتفنا. اربع رجالة شايلين كوكب عند بوابة سنترال بارك. تقريبا ده الدليل. يلا بينا نروح هناك. هو قال لي اهو. يمكن امسك نفسك. ايوه هنا بطاقة بريد تانية تحت. فليب. ايه مكتوب ايه بقى؟ دي لمبنى امباير ستيت. وفوق مبنى امباير ستيت. هاي اتوب ذا امباير ستيت يو فايند ا بير اوف بلايند ايز. ده الكرو اللي بعده بقى. فلاشة صغيرة. يا صديقي ميلادك سعيد. طيب نشوف التانية. اتوب اوف امباير ستيت. نطلع بقى فوق. بابا لعبة تتابع الادلة مسلية لعيد ميلادك الـ16. ذكريات كتير قوي بفتكرها. فاكر لما اكبرتني انت وفين اخدكم المتحف كل اسبوع؟ هقول لك سر، حبيت الرحلات دي قوي. 16 سنه بحس بالذنب عشان ما عندكش اخوات. في مشاكل بيني وبين عمك، بس ما كنتش هكمل ال 18 من غيرك. كل ما بشوفك مع فين بيقل احساسي بالذنب. عندك اخت هي مع فين، ودلوقتي جانتي هيكون دايما عندك. اي انا بحبك. اشوفك عند الدليل الجاي. واو. نطلع بقى لامباير ستيت من دلوقتي. من زمان قوي. اتمنى يكون ساب رسائل اكتر مع الباقي من لعبة تتبع الادلة. انت يا عم مالك لقيت ورقتي؟ ايوه انا مشيت ورا الدليل وسمعت بابا. انت اللي عملت كل ده؟ الخدعة ابوك عمل لعبة الادلة السنة اللي فاتت. انا عارفة ان اللعبة صعب. قلت يمكن صوته فيك. دي حقيقة. شكرا يا ماما. امباير ستيت. العفو. اتبسط انت وهو. وافتكر انا هنا لو احتجت لي يا مارس ممكن تفضفض معايا. انا مش عايز انزل، عايز اطلع. بحبك. طلعني فوق. ايوه بحبك. ماشي. التطبيق بيقول ان الشرطه بتطارد حراميه عربيات. نطلع بقى من امباير ستيت. انا كنت عايز اطلع بالطريقه الصعبه بس ايه عشان وقت الفيديو، هطلع بالطريقه السهله. لحظة ايه بس، انت شفتي فاضي؟ امسك بقى هنا، امسك بقى، خليك جدع. ايوه بس كده، انا عايز امسك هنا. انا فوق الامباير ستيت يا جماعة. يا عيني. يا عيني على الفيو. يعني مومنت فور ذا فيو يا جماعة. طيب ندوس الـ R3 بقى. مفيش اعلى منه غير مبنى بتاع ستارك، توني ستارك. مبنى امباير ستيت. يلا دور على الدليل. فوق مبنى امباير ستيت هتلاقي عينتين ما بيشوفوش. يمكن الدليل عن نضارة. المناظير اللي على منصه المراقبه. المناظير على منصه المراقبه. فين بقى المناظير على منصه المراقبه دي؟ في منصة مراقبة أصلا على فوق التاور هنا. هو ده. معلش معلش حبيبتي معلش. طب دي بلايند ايز اهي. كل دي بلايند ايز. ايوه بلايند ايز ما بتشوفش كمان. انا فاكر المكان ده. بيقولي بقى دور على الحفرية وسط الحاجات الحديثة. ما تنساش تبص فوق. الحفرية في وسط الحاجات الحديثة وما تنساش تبص فوق. رحلة طيب. ميدانية. اللي بعده. اوكي. اللي بعديها بقى. تظلم يخلص كلام. ماشي. اوعى تركب باص كله أطفال 10 سنين. قعدنا 3 ساعات عشان نوصل، ولما وصلنا شفنا إيه؟ العنكبوت بنفسه بيحارب النسر.
اول ما خرجنا من الاسانسير رجعنا تاني عشان نخلي المكان. اكتر حاجه طب اوكي كفايه رغي وتقولي المكان فين. اه هنا نروح هنا يلا بينا. فاكرها انك كنت عايز تقعد وقلت لي سبايدر مان محتاج مساعدتنا. اتولدت بطل يا مايك. حافظ على روحك القتلية. اشوفك تاني. مولود بطل. اظن اني بقيت بطل عشان بتفرج على بابا. وحشني تحديدا دلوقتي. يلا ها عايز اتكلم النهارده عن شويه اشاعات منتشره من الناس واللي بتفترض ان ويلسون فيسك بيحاول يزعزع استقرار هارلم عشان يخلي اسعار العقارات اقل واسهل له عشان يتملكها. كل ده وهو مرمي في السجن. انتم عارفين اني ما بحبش نظريات المؤامره. لو في دليل هكون اول واحد يدين. لكن لحد ما ده يحصل من الطيش وعدم المسؤولية والتهور نفضل نقول للدعاات دي اللي ملهاش اي اساس. الراجل ده مثال للإعلام الحر يا جماعة. والسلوك اللي النوع ده اتوقعه من شخص زي سبايدر مان. والكلام اللي وصلني طيب متحف الفن الحديث اهو. دور على الحفرية وسط الحاجات الحديثة. ما تنساش تبص فوق. حفرية في وسط الحاجات الحديثة. سعيد بالمساعدة. طيب هو في أبطال بيأخذ هنا الفن الحديث اهو. دور أيوة. على الحفرية وسط الحاجات الحديثة. ما تنساش تبص فوق. دي الحاجة الحديثة ودي الحفرية. نبص فوق بقى. فوق هنا. فوقيها ايه؟ طيب في حاجة فوقيها؟ الدليل اللي بعده. اهي ايوة شكلي هروح سي او دي بي. سي او دي بي لما الفلوس تسيطر هتسمع احلى الانغام ما بين الاضواء. لما الفلوس تسيطر تسمع احلى الانغام ما بين الاضواء. كان ضروري انت وفين تروحوا متحف الفن الحديث. فين بقى؟ هنا. ايه الجميل في شوية رسومات؟ بس انا وماما كنا عارفين كان لازم نوريكوا طرق ثانية لرؤية العالم. اوقات بتبقى مختلفة. فهمتوا قصدي لما انبهرتوا قدام لوحة انجلا ديفيس ووقفتوا قدامها مسؤولين وعرفت انكوا اعجبتوا باللون البرتقالي والذهبي. ما تخيلتوش العالم ممكن يبقى او ان شكلكم ممكن يساكتوا المنظر الملكي ده. انا فخور انك وصلت لده. خلينا نشوف اللي جاي. انا وفين فضلنا نتكلم عن الرحلة دي لشهور بعدها. بابا وماما كانوا عارفين يهموني. يا جلوريا هذا هو مكان يا شباب. اطمن بس كله تمام في فيست؟ احنا تمام سي او دي بي. يلا ندور. متعلق بين الانوار. أو يلا بينا لوبستر بيل مطعم بابا المفضل. لوبستر بيل بيلز ماشي. بيقول ايه بقى؟ تحت ستاي فيسن بيعيش وحش طعمه جميل. ستاي فيسن نايم تحت ستاي بي ايه ليف ذا مونستر اوف ا جود ميل. انا مش قادر افهم ايه ده. ماشي مع عم. اللي بعديها فين؟ هنا. اوكي كل مغني حبيناه عمل حفلة هنا. ارون طلع على المسرح قبل كده وما كانش وحش. لما قال لي على وظيفة الليلية وداني هناك علشان يهديني. بس ما حبيتش المكان. ما ودتكش عشان كده. ودي حاجة ندمان عليها. كنت هتحب المكان زي بس. ايه رأيك؟ دور على عرض نفسك تشوفه. اي حاجة على حسابي. ونيجي هنا وهوريك الرأس على صوتي. الدليل الجاي ملكك يا مايلز. بابا كان هيجيبني احضر عرض.
أنا محتاج أهدى بعد ما عرفت. إذا وصلنا أهو، فين بقى البتاع اللي في البتاع ده؟ لوبستر بيل، مكان مهم لبابا. لقيته وأنا نازل بالصدفة. تعال تعال اطلع هنا اطلع هنا. أيوه عارف المكان ده، مبنى الفنون في أبر إيست سايد. أبر إيست سايد مبنى الفنون. مفيش حاجة بقى بتدخل القلعة الفنية دي من غير لما توقف عند البوابة. ماشي هنكتشف إيه دي مع بعض دلوقتي. هنا yeah let's do this let's go. دايما بيفكرني باهلي في جده. وديت مامتك هناك اول لقاء بينا، وبعد كده رحنا هناك كتير حتى لما كانت حامل. ومامتك تعبت قوي قبل ما التحليه تيجي، السبب كان الجمبري وما بقتش تحب المكان. بس بصراحه يا ابني كنت بروح هناك وانا شغال بالليل، بحب الباميه بتاعتي. ما تقولش لمامتك. ماما كانت عارفة انه بيعدي من هنا، خليه يتبسط بسره. كانوا فريق جميل. بص كده، هو مش مفروض انك ها قد وصلنا يا شباب لهذا المكان. نعمل هنا R3 بقى. مبنى الفنون هناك. تمام. مفيش حاجة بتدخل القلعة الفنية دي غير لما بتقف عند البوابة. يبقى عند البوابة. فين البوابة؟ دي بوابة؟ اهي اهي اهي. اللي بعده حلو، حديقة سي جي ووكر. انا عارف المكان ده في شمال هارلم. طب بيقول ايه بقى؟ تحت السلة اللي اتعلمت عندها الطيران توصل لنهاية رحلتك. مش ممكن، مش مستعد ان الموضوع ده يخلص. تحت السلة ماشي. تخرج من المدرسة القاعدة. آخر مكان مش بعيد. أنت وفين أول لما شفتوا مبنى الفنون اتريقت إنه شبه تقليد ملكي. أنا ومامتك كنا فخورين جدا. ابننا وكمان صاحبته بيتخرجوا وهم الأوائل. عارف إنكم ما اتبسطتوش عشان رحتوا مدارس ثانوي مختلفة. بس يا مايلز، صداقات الطفولة، الصداقات الحقيقية بتفضل للأبد. أنت وفين هتتقابلوا تاني؟ يمكن بعد سنين أقل، يمكن بعد سنين أكتر. فاضل لك دليل واحد، أنت نفسك توصل للنهاية. أنا وفين لقينا بعض من تاني؟ فين المكان؟ زي ما بابا كان مفكر. هنا هو. ده المكان، حديقة سي جي ووكر. وتحت السلة اللي اتعلمت عندها الطيران توصل لنهاية رحلتك. بس هي السلة دي، هي دي اظن ده اخر واحد. افتكرت ذكريات كتير قوي. وبكده وصلنا النهاية، حديقة سي جي ووكر. فاكر لما لعبنا كورة هنا في الصيف وعمك علمك تكسب كمان، وانا وضحت لك ازاي ترميها بقوة. عمري ما هنسى ابدا لما انت وفين لعبت مع ماما. المكان ده بيفكرني ان مهما اتجننت في حياتك، الشيء المهم هو الناس اللي انت بتحبها. انت ومامتك وفين وجانكي، حتى عمك، دايما خليك جنب حبايبك ومش هتبقى وحيد. كل سنة وانت طيب يا عم. انت السبب في اني شجاع. دي اديشنال دي لسيل اللعبة يا جماعة، تقريبا حاجة إضافة للقصة كده، بهار ممكن تخلص بطعم تاني. لا نيو ميموريز. ما كنتش مستعد.
ما كنتش مستعد. طب ايه؟ خلاص. Happy birthday, Miles. Congratulations, you made it to the end. You are the reason that I am brave, love, dad. كم من أسئلة قالوا لا. أنت سبب بقيت شجاع. يا مايلز عامل إيه؟ يا ماما خلصت لعبة التتبع الأمريكي. يا مايلز يا ماما. شكرا جدا إنك عملتيها لي. حسيت check in with mom. إنه ده في حوار تاني يا check in with mom ولا إيه؟ ميشن جديدة؟ شوف كده. رجع تاني. عمره ما مشي يا حبيبي. أنا بحبك يا ماما. First class postage. ماما كانت صح. طيب يا جماعة أنا شايف نحن كده نكون وصلنا لنهاية المقطع ويا رب تكونوا استفدتوا منه وموضوع يكون ساعدكم إن أنتوا توصلوا لكل البوست كارد أو الكروت البريد اللي كانت موجودة في البلد. أبوه وأمه كانوا عايزين يلعبوا لعبة بمناسبة سبايدر مان تقريبا فكانوا باعتينه يتمشور فوق التاور وفوق الإمباير ستيت وتحت المظلة وفي وسط يعني في أماكن غريبة يعني. المهم يعني خلصنا هذه الميشن بسلام. كانت ميشن لذيذة جدا ودمها خفيف. كان معكم أحمد بهجة جيمرز أند جنتلمان من قناة فرجني وأشوفكم الفيديو اللي جاي شوف بقى اذا كان في تحدي جاي ولا في تشالنج جاي ولا حاجه من الحاجات اللي انا مش عارف احس اللعبه دي. انا شكلي كده هحاول اختمها بلاتينم. عجباني جدا بصراحه درجه البلاتينم يعني. واشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامه. بجد احلى جزء.